بره دي ربنا ما يحرمنا منك يا ست الكل. اتفضلي اتفضلي يا ماما نونا. انا والله ما مصدق. تشربي ايه؟ شربة كتير قوي. اتفضل يا حبيبي اتفضل عشان ما عطلكش. طيب يا جماعه متشكرين، اتفضلوا اتفضلوا على مكاتبكم. اروح انا بقى احضر الكركديه لست الكل. لسه فاكر يا محمود؟ دي احلى ايام يا ست الكل، هي دي ايام تتنسي؟ يا حبيبي اقعد يا كمال، اقعد يا حبيبي. الحاج خليل لو عارف ان جاي هنا كان فرش الارض رمل. ازاي الاحوال؟ طمنيني عليكي. الاحوال مش تمام يا كمال. ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ قلقتيني. حماده. ماله حماده؟ مش بقى كويس وخرج من المستشفى وزي الفل؟ الحمد لله صحته الله اكبر، صحته كويسه وزي الفل. بس بقى المشكله اللي واقع فيها كبيره قوي، الضرايب هتحجز عليه. ليه؟ هو متهرب من الضرايب؟ لا والنبي ما تهرب ولا حاجه، ما انت عارف حماده، هما كده اللي جم فجأة وقالوا له عليك المبلغ الفلاني، يا الدفع يا الحبس.